للحديث عن أزمة الكهرباء في العراق والفشل الحكومي بحل الأزمة والراجع إلى تواصل الفساد، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. أهلا بك دكتور محمد. بداية، أزمة الكهرباء في العراق ليست وليدة اليوم كما تعلم، لكنها تعد أزمة مزمنة بحسب المراقبين. السؤال هنا، أين تكمن أزمة الكهرباء في العراق؟ شكرا لكم على الاستضافة وتحياتي لكم ولمشاهديكم الأكارم. أهلا بك. كما هو معروف أن أزمة الكهرباء في العراق هي من الأزمات المزمنة فعلا منذ عام 2003، حيث جاءت حكومات المحافظة بوزراء كهرباء يقومون بالتعاقد مع شركات وهمية همهم الأساسي وهو سرقة ثروة البلد، ودون الاهتمام بأي مصلحة تخص إنجاز عمليا أو تعاقد مع شركات محترمة، شركات صريحة، شركات واضحة تقوم بعملية إنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية. وهذه الشركات الوهمية هي التي ذهبت ثروة البلد بهذه التسمية على أساس أنه هاي الشركات ستقوم بإعداد محطات للكهرباء، ولم تتم ذلك، ولذلك الأزمة تطورت من يوم إلى آخر. نعم سيد محمد، في سؤالي الجديد، يعني هناك من يرى بأن العراق الذي يسبح على نهر من النفط يرى بأنه غير قادر على إنشاء محطات لازمة يعني حل مشكلة وأزمة الكهرباء الممتدة منذ 2003 وحتى اليوم، كيف تعلق على ذلك؟ فعلا العراق هو بلد نفطي، وكما هو معروف أنه اقتصاده ريعي، ولكن بوجود حكومات غير وطنية لا تأخذ بنظر الاعتبار مصالح الشعب العراقي، ولذلك أزمة الكهرباء موجودة وقائمة ولا تحل. نعم. والنفط والغاز ممكن استثمارهم في توليد الطاقة الكهربائية في العراق، وللأسف أن هذه الحكومات مصرة حتى أنها تقوم بهذه العمليات من أجل تمديد هذه الأزمة وجعلها أزمة خانقة بالنسبة للمواطن العراقي. نعم. لأنه كما معروف أنه الطاقة الكهربائية هي من أهم متطلبات مصلحة الناس والمجتمع العراقي في وجودها صيفا وشتاء، وهذا غير متوفر، وللأسف عدم اهتمام هؤلاء الوزراء. نعم. وهذه الحكومات، وإنما هي جادة في نهب الثروة. نعم. وتسخيرها إلى الخارج. نعم دكتور محمد، هذه المليارات التي تدفع سنويا لإيران من أجل استيراد ميجاوات معدودة ومحدودة للكهرباء، لا يمكن استثمارها بإنشاء أرضية أو مثلا محطات وبنى تحتية تشغل وتزود العراق بالكهرباء؟ ألا يمكن تحقيق ذلك؟ طبعا بالتأكيد لو وجدت حكومات وطنية همها الأساسي هو مصلحة الشعب العراقي لأن وجدت هذه الإمكانية، وخاصة بالنسبة لحرق كميات كبيرة من الغاز المصاحب لاستخراج النفط، ولذلك عدم اهتمام هذه الحكومات بإيجاد حتى هناك إمكانيات وطنية. نعم. لإجراء مصانع من أجل توفير الغاز، ولكن هناك معرقلات أساسية، هذه المعرقلات هي نتيجة حكومات المحافظة التي تعمل من أجل مصلحة بلد معين وهو إيران. نعم. لتستورد هذه المادة من إيران حتى تحول العملة الصعبة إلى إيران من أجل حل مشكلة الاقتصاد الإيراني المخنوق نتيجة الحصار المفروض عليه من الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، في سؤالي الأخير وهناك، تفضل أكمل. وهنا أريد أن أشير أن تفضل. هناك أحزاب مشتركة مع بتعاقد مع أصحابي المولدات نعم اللي موجودين يأخذون حصصهم، ومن أجل هذه المحاصصة اللي قائمة يشغلون لفترة أطول المولدات من أجل الحصول على المال، نعم، بالاتفاق مع من هم في دائرة توليد هذه الطاقة الكهربائية. نعم. وللأسف سيد محمد، جئت على ذكر هذه الأحزاب السياسية التي ربطت مصير تزويد العراق بالكهرباء، ربطته كما تعلم بالغاز الإيراني. هل كانت هناك بدائل لإنقاذ العراق من أزمته بدلا من الارتهان، أي رهن القرار العراقي للغاز الإيراني؟ كيف يمكن التخلص من مثل هذه المعضلة التي تصنعها أحزاب سياسية متقصدة كما يرى كثيرون؟ طبعا بالتأكيد أن هناك استثمارات ممكن أن تكون لبلدان مجاورة، ومنها مثلا السعودية في عرضها إلى الغاز السعودي بنسبة جدا زهيدة، لكن نعم. هناك ضغوط من قبل الأحزاب المتواجدة والأحزاب الذيلية، نعم، التي تعتبر مشاركة في عملية نهب ثروة البلد وتصديرها إلى نعم. إيران. هذا لم يتم ولا يمكن. وأريد أضرب مثل أنه في المؤتمر القومي العربي الذي انعقد في السودان، وكان المرحوم الشيخ حارث الغاري متواجدا، قدمت الله. مداخلة نعم. وطلبت من الإيرانيين عدم التدخل بالشأن العراقي وترك العراقيين وشأنهم، وضربت مثالا على أنهم صرحوا بقادتهم يقولون أنه لولا طهران لما سقطت كابل وبغداد، أنهم كانوا مشاركين حقيقيين في عملية احتلال العراق. نعم. وحتى جرى حديث متبادل مع المرحوم الشيخ حارث الظاري، قال إن كلامك صحيح ولكن ليس هناك أمل أن يستجيبوا الإيرانيين، لأنه همهم الوحيد هو تدمير العراق بالتعاون الفكرة. مع المحتل. نشكرك الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.